بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، موضوعنا لن يكون إلا حول بعض الآيات أو الآية الأولى التي سمعناها قبل قليل، يقوله تعالى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالزواج فطرة وغريزة مركوزة في كل إنسان وفي كل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل في الأرض، وهو التزاوج والتناكح والتناسل. والزواج للإنسان نعمة من نعم الله عز وجل، الزواج عبادة من العبادات، بها أو به الزواج يحافظ على نوع الإنسان، النوع الإنساني. ولما خلق الله عز وجل آدم فاستوحش فخلق له حواء، ومنهما كان التوالد والتناسل، وصارت البشرية كما ترون، وصرنا كما نحن من أب وأم آدم وحواء عليهما السلام. فالله عز وجل يذكرنا بأصلنا فيقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فخافوا الله عز وجل وعودوا إليه واعرفوا أصلكم وانتبهوا لأصلكم، وأنكم من آدم وحواء، فعليكم أن تجتمعوا على كلمة الله وعلى توحيده وعلى عبادته وطاعته، فلا تتفرقوا ولا تنازعوا، فاتبعوا سبيلا واحدا وهو سبيل الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ولذلك الله عز وجل يؤكد على الأصل والتناسل والتوالد، أي البشرية، أن نحافظ على وشائج الرحم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فكان بذلك الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وقد قرأ الأخ بدأ بآية من سورة النساء، وفيها فيها يعني الإباحة، بيان الإباحة في التعدد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. والزواج سنة، سنة الأنبياء والمرسلين. وكان السلف الصالح رضوان الله تعالى يسارعون في الزواج ويبكرون بالزواج، ولا يتركون أنفسهم ولا أولادهم عذبا. والرجل إذا ماتت له زوجة يسارع في الزواج. لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: لو أعلم أنه لم يبقى لي من العمر إلا 3 أيام لتزوجت. قال الله: متزوجا خير لي من أن ألقاه عذبا. لأن الزواج شطر الدين. فتحضرني قصة
وهي لعبد الله ابن أبي وداعه. قال ابن أبي وداعه: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، فلما جئته قال: أين كنت؟ قال: توفيت أهلي فاشتغلت بها. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ قال: ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدثت امرأة؟ أي تزوجت وخطبت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله، من يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. فقال: أنا. فقلت: أو تفعل؟ قال: نعم. ثم حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو قال ثلاثة. قال: فقمت ولا أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر ممن أخذ وممن أستدين، فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي واسترحت، وكنت وحدي صائما فقدمت عشائي أفطر، كان خبز وزيتا، فإذا بآت يقرع، فقلت: من هذا؟ قال: سعيد. قال: فتفكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد ابن المسيب، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد. فقمت فخرجت فإذا سعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له، يعني تغير. فقلت: يا أبا محمد، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال: لا، أنت أحق أن تؤتى. قال: قلت: فما تأمر؟ قال: إنك كنت رجل عزبا فتزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفه في طوله. ثم أخذها بيدها فدفعها بالباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب، ثم قدمتها إلى القصعة التي فيها الزيت والخبز، فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه، ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران، فجاءوني فقالوا: ما شأنك؟ قلت: ويحكم، زوجني سعيد ابن المسيب ابنته اليوم، وقد جاء بها على غفلة. فقالوا: سعيد بن المسيب زوجك؟ قلت: نعم. وهي في الدار. قال: فنزلوا هم إليها وبلغ أمي، فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلح إلى 3 أيام. قال: فأقمت 3 أيام، ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل الناس، وإذا هي من أحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفهم بحق الزوج. قال: فمكثت شهر لا يأتيني سعيد ولا آتيه، فلما كان قرب الشهر أتيت سعيد وهو في حلقتي فسلمت عليه، فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض أهل المجلس فانصرفوا، فلما لم يبقى غيري قال: ما حال ذلك الإنسان؟ أي ابنته. قلت: خير يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال: إن رابك شيء في العصا. فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي ب20,000 درهم. قال عبد الله بن سليمان: وكانت بنت سعيد ابن المسيب خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد بن عبد الملك حين وله العهد، فأبى سعيد أن يزوجه، فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه 100 صوت في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف. نسأل الله السلامة. هكذا أيها الإخوة كان العلماء وكان المسلمون يتعاونون فيما بينهم ويفضلون أهل العلم على أهل الدنيا، فنسأل الله أن يجمعنا على الخير وعلى طاعته، وصلى الله عليه